السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن طريقة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. لكي نستطيع الكشف مبكرا عن سرطان الثدي، ننصح النساء بتعلم طريقة الفحص الذاتي لسرطان الثدي. يوجد 3 طرق للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أحدها الكشف الذاتي أو الفحص الذاتي للثدي، الأخرى هي الفحص الإكلينيكي الذي يقوم به مختص طبي، والفحص الثالث هو عن طريق الإشعاع بجهاز يسمى الماموغرام. بداية سوف أقوم بشرح طريقة الفحص الذاتي النسائي للثدي. مبدئيا سوف أقوم بعرض صورة تقريبية لكيف سوف نقوم بفحص الثدي. يفضل من كل سيدة أن تقوم بعمل فحص الثدي شهريا في الأسبوع الذي يلي الدورة، يعني بمجرد أن تنتهي الأنثى من دورتها الشهرية في الأسبوع الذي يلي هو الأسبوع الأفضل لأن تقوم بالفحص الذاتي للثدي. في البداية يجب على المرأة أن تقف أمام المرأة، أن تقارن الثديين مع بعضهما، إن كان هناك تغيرات في الحجم، تغيرات في لون الجلد، تشققات، أي أعراض أو أي أشياء غريبة تظهر على الثدي أو على الثديين أو أحدهما، كي تقوم بمراجعة طبيبها بأسرع وقت. تستطيع المرأة بعد ذلك أن تبدأ بالفحص الذاتي للثدي. كما أبين هنا، نقوم بتقسيم الثدي إلى 3-4 أرباع. نبدأ من المنطقة الأقرب للأبط والتي تسمى ذيل الثدي. نبدأ بحركة حلزونية بأطراف أو باطن أصابعنا الثلاثة الأوسطية، وليس برؤوسها إنما من باطنها، بطريقة حلزونية بداية من عند الذيل بشكل حلزوني إلى أن نصل إلى الهالة المحيطة بالحلمة، ثم نقوم بفحص الحلمة ذاتها في حال سيخرج إفراز أو لا. بعد ذلك نقوم بفحص هذه الثلاثة عقد لمفاوية، أحدها عند ذيل الثدي، الأخرى تحت الإبط، والأخرى بجانب الإبط. في حال ملاحظة أي من التكتلات أو أي شعور غريب أو ألم أو تغير على سطح الجلد، يفضل مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن، وذلك لكي يقوم هو بفحص بما يسمى بالفحص الإكلينيكي للثدي. يفضل لكل امرأة تتجاوز عمر 20 أن تبدأ بالفحص الذاتي شهريا بنفسها، وأن تتوجه إلى العيادة على الأقل كل 3 سنوات لكي تقوم بفحص إكلينيكي للثدي. بعد ذلك في حال شك الطبيب بوجود كتلة، أو بمجرد أن المرأة كان لديها تاريخ مرضي أو تاريخ في العائلة لسرطانات الثدي، يفضل أو تنصح بالتوجه لعمل إشعاع يسمى إشعاع الماموغرام، والذي ينصح بأن تبدأ به المرأة ما بعد عمر 40 سنة، وأن تقوم به ما يقارب كل 2 سنة. الماموغرام هو عبارة عن جهاز يعمل بالأشعة السينية بجرعة بسيطة لا تؤثر على المرأة. يتم وضع الثدي على سطح مستوي، ومن ثم يضغط عليه بسطح بلاستيكي إلى أن يصبح الثدي مسطح كامل، ثم يتم عرض الأشعة على الثدي، وذلك من أجل كشف كافة أجزاء الثدي. يأخذ كل ثدي صورتين، وهذه العملية تستغرق ما يقارب النصف ساعة. بعد ذلك يتم مقارنة كلا الثديين مع بعضهما. في حال وجود أي شبهة لتكونات غير طبيعية ظهرت على الماموغرام، يتم تحويل الحالة إلى الطبيب المختص لكي يقوم فيما بعد بتصويرات إشعاعية متقدمة أكثر، مثل السونار لمعرفة ما إذا كانت هذه الكتلة صلبة أم محتوية على سوائل، ثم أخذ خزعة منها وتحديد في حال كانت هذه الحالة هي حميدة أم فيها قابلية للتحول إلى مرض خبيث، أم هي بالفعل مرض خبيث، لكي يتم أخذ الإجراءات اللازمة. كيف نستطيع أن نقي أنفسنا من سرطان الثدي؟ بممارسة التمارين الرياضية بالشكل المنتظم، لأن السمنة تعد أحد عوامل الخطورة، بالانتباه من موضوع أخذ حبوب موانع الحمل، كذلك عدم تأخير الحمل لفترات طويلة في حال كان يوجد عندنا طفرة جينية في العائلة، أن نتوجه إلى الطبيب ونتابع المتابعة الحثيثة للثدي. هذا كل ما سنتحدث عنه اليوم بما يخص الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله.